لربما الحل الوسط اللي تكلمت عنه حضرتك، او الحل التسويه وليس مرشح التسويه، لربما حل التسويه نذهب بمرشحين لمجلس النواب العراقي، وهذا يعني هذا الاصح، يعني حل التسويه اصح من مرشح التسويه. زين استاذ خوشناو، انا حديثي وياك صريح من زمان، تعتقد صعب جدا بعد 10 شهور مع سياسي حليو مرتب مثلك، وبعد هذا الانتظار بعد 10 أشهر والجلسة بعد 3 أيام نتحدث ربما نذهب بمرشح تسوية، مو شوية يحتاج لها مراجعة؟ لا، قضية مرشح التسوية قلت لك الاتحاد غادر قضية مرشح التسوية، حل التسوية هو أمر واقع ربما. وهو يعني ربما لا لا، ربما كلامك دقيق، ليس ربما وانما هي احد السيناريوهات، اما ان نذهب الى حل الى 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 دعم الرئيس برهم صالح او نذهب بمرشحين، والديمقراطي ايضا يعتقد ذلك، لكن نعم. المفارقه بين الاتحاد يؤيد ان نذهب الى مجلس النواب العراقي بمرشحين، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الى حين هذه اللحظه يرفض ذلك، لذلك لربما انت لديك مشكله مع كلمه ربما، لكن اعتدنا على ذكر هذه المفرده، لكن بصراحه تحصيل حاصل، لدينا مرشحين وهناك نواب وهناك نص دستوري يعني وتفسير المحكمة الاتحادية، الانتخاب المباشر من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي لأحدهما.